انت ورينا ازاي نتنفس. طيب طيب هو كان في تمرين نفس ممكن لما يجي الحر والنور يقطع ممكن بنعمله، لانه بيخلينا نحس بان احنا كولينج شويه كده، جسمنا بيحس ببروده شويه. بالظبط. اوكي احنا كلنا محتاجينه دلوقتي. يس وكل الناس تقريبا. اوكي هو المفروض ان انا بخلي لساني يبقى فوق عند سقف بقي قبل سناني. بالظبط. بس قبل سناني. وبقفل عليه واقفل سناني على بعض بنفس الشكل كده، وباخد شهيق من طريق سناني. وبعد ما اخد الشهيق انا هشرحه الاول وبعدين اوريك ازاي. اوكي هنعمله سوا دلوقتي. بعد ما باخد الشهيق من طريق سناني بقفل بقي واطلع الزفير من المناخير. اوكي بس فبنفس الشكل كده. ده غير اللي هو قبل ما توريه لي، ده غير اللي هو التنفس اللي هو كان بيقول لك اسحب النفس لجوه واكتمه وبعدين طلعه بالراحه من بقك. بالظبط. انت بتقولي احنا هنطلعه من مناخيرنا. ما هو ده تمرين علشان بيعمل بروده، وكمان بيساعد على التركيز، وبيساعدك لو انت متوتره او في قلق جواكي، ده بيساعدك ان انت تبقي احسن. يلا بس فهقفل سناني، هطلع لساني فوق قبل سناني بالظبط كده. لا انا بردت. طلع خدي النفس من سنانك، يعني الهواء هيدخل لك من ما بين فتحات الاسنان. اعمليه دلوقتي جربي. صح. هو فعلا تحسي ان في الحته دي فيها في بروده. بالظبط كده. الهواء ده اللي هتنفسه. فانت لما بتعمليه بقى المفروض ان انت بتكوني قاعده في وضعيه مريحه، اللي هو قاعده مربعه رجلك مثلا، بتغمضي عينك بتهدي تبدأي تعمليه، فده فعلا بيحسسك بالتركيز ويقلل التوتر، يحسسك ان الجو ساقعه. اوكي حسيت بهواء. فالتمرين ده فعلا يعني حلو جدا لما يكون الجو حار.